سلام خاوتي، اليوم جيناكم فيديو جديد كاليلوني. نستحقوا الكاليلوني، السلق، البازيليك، شويه زبده، ملح، فلفل الكحل، معدنوس، شالوت، بارميزان، الثوم. نستحقوا ريكوتا تشيز، ونستحقوا تشيدر تشيز، ونستحقوا طوماطيس صلصة والبيشامل. طوماطيس صلصة والبيشامل راني درتهم، تلقاوهم عندنا في اليوتيوب. الكاليلوني تاعنا قبل ما نستعمله نديرو الماء سخون، نديرو فيه شوية ملح شوية زيت، ونغليوه 5 إلى 6 دقائق حتى يولي لنا هكذايا. ما لقيناش الريكوتا تشيز، نقدروا نعوضوها بال كريم تشيز، ولا نعوضوها بالبلافاش كيري، اي فورماج بورسيون نقدروا نستعملوها نعوضوها الريكوتا تشيز. نديروا مقلة سخونة، نخليوها تسخن شوية، للسلق تاعنا نديروا لها شوية زيت هكذايا، ونحطو لي شالوت تاوعنا، نقطعوهم صغار هكذا، نحطوهم لداخل، ونزيدو نديرو شوية ثوم هكذا كيما راكم تشوفو، نزيدو نديرو شوية ثوم، ونقليوهم مليح، نقليو لي شالوت تاعنا مليح. دوكا كي تقلى لي الشالوت تاعي شوية، واش ندير؟ نحط شوية زبدة، نحط شوية زبدة لداخل هكذا، ونحط السلق ديالي لداخل المقلاة ديالي، نحط السلق ندير له شويه فلفل الكحل، وندير له شويه ملح، ما نكترش الملح، الريكوتا راهي تجي مالحه شويه هكذايا، ونطيب السلق تاعي. كي السلق تاعي ولا لي هكذا، نحط له المعدنوس ونزيد نطيبه. كي السلق تاعنا طاب لنا، نحطوه تشوبينغ بورد، ونقطعوه هكذايا صغيور. دوكا كي قطعناه هكذايا، نعاودو نرجعوه في هذيك المقلة، واش نديرولو؟ نديرولو شوية بارميزان هكذايا، وإلا ما كانش عندنا البارميزان ما نديرولوش، ونزيدو نديرولو شوية ريكوتا تشيز لداخل، وإلا ما كانش عندنا ريكوتا تشيز نعوضوها فورماج بونسيو لافاش كيري، ولا نعوضوها بين، نديروها هكذا لداخل، ونزيدو نطيبوه 2 دقائق مع هاد المكونات هكذا، ونزيدو نطيبوه 2 دقائق هكذايا، نخلطوه مليح ونطيبوه 2 دقائق، من بعد الحشوة تاعنا راهي واجدة. الكاليلوني تاعنا نسحقو البايبين باغ هكذا، باش تجينا سهله كي نعمرو الكاليلوني تاعنا هكذا. كي توجد لي الحشوه تاعي نديرها في البايبين باغ هكذايا، ونبدا نعمر لي كاليلوني تاوعي. لي كاليلوني تاوعنا نديرو ماء سخون يغلي، ونطيبوهم، نديرو شويه ملح في الماء، ونطيبوهم 5 إلى 6 دقائق قبل ما نستعملوهم. دوكا هكذايا حشينا كاع لي كاليلوني تاوعنا بهذيك السلق هكذايا، عمرناهم. دوكا واش نديرو؟ نحكمو سنيوا هكذا، ونديرو طماطم صلصة تاعنا هي الاولى، وهذاك الحبق اللي كان عندنا نقطعوه صغير هكذا، ونحطوه هنايا، نحطوه في الطماطم تاعنا. من بعد نبداو نحطو لي كاليلوني تاوعنا لداخل هكذا كيما راكم تشوفوا هكذايا، ونحطوهم بالعقل. ها مليك هكذايا. هكذا دوكا نديرو لابيشاميل تاعنا هكذا من الفوق الكاليلوني تاعنا، بعد ما حطيناه نحطوها هكذايا، من بعد واش نديرو؟ نحطو
شوية تشيدر تشيز من الفوق هكذا. ولا ما حبيناش نستعملوا تشيدر تشيز نقدروا نستعملوا الموزوريلا من الفوق. دوكا هاي ليك السنيوة تاعنا كيف خرجت، نحطوها في الكوشة حتى يحمر لنا الفورماج ونحوها باسكو كلش راهو طايب هكذا، ونحطوها في الكوشة ونخلوها تطيب. وهاي ليك الكاليروني تاعي كيفاش خرج، زد درت له شويه موزوريلا من الفوق، ولا عندنا ولا ما عندناش ما نديروش الموزوريلا. وهاولي كيفاش يخرج الكاليروني تاعنا، دوكا نقطعوه ونقدموه لكم ان شاء الله في الطبسي تشوفوه كيفاش خرج لنا من الداخل. ربي يطول في عمركم ويحفظكم، ونشوفكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. هكذا نقول لك راكي الشيف في دارك.